في ظل التطورات الملموسة داخل مصر وعلى أرض مصرنا الحبيبة، والتحرك الجبار والمرئي من قبل الجيش المصري الذي يمثل القوة الماهرة في مختلف المجالات المنوط بها على أرض مصر، ليوجه بذلك رسالة إلى العالم أجمع بأن مصر موجودة وستظل أرض الكنانة ما دام بها رب يحميها وقائدا يحافظ على تراثها. أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج فكرة لبكرة. معانا فيديو كده يتعرض أول ما نبدأ الحلقة. طيب، يعني على ما يجهزوا الفيديو، نحب ننوه لموضوع حلقة اليوم وهو موهبة التمثيل. الموهبة قد تكون نابعة من الشخص ذاته أو تكون وراثة من أحد عائلته، ولكن الأهم هل من الممكن أن ينميها؟ وده اللي هنشوفه مع حضراتكم بعد رؤيتنا للفيديو. جاهزين؟ يلا. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من قدام. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من قدام. شعب البنت ريال مدور يا ما خلق يا ما صور. جاهزين؟ يلا. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من قدام. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من قدام. شعب البنت ريال مدور يا ما خلق يا ما. المهم أن تكون تلك الموهبة يعني مبنية على التنمية، والأهم العزم على تنفيذها علشان تكون هي الأولى والمتفوقة على باقي المواهب الأخرى. معايا ومعاكم النهاردة الممثل الصاعد أحمد خباز. أهلا بك يا أحمد. أهلا بك أستاذ صالح. في البداية نحب نتعرف بك أولا ونعرف طريقك للمجد وهو التمثيل. إن شاء الله. تفضل. اسم أحمد خباز، كفر الشيخ، مدينة فوق، بس خريج كلية التجارة، ان شاء الله ماشي في التمثيل وربنا يكرم باذن الله. يعني بدات التمثيل من امتى كده، ومين اللي ساعدك فيه؟ والله انا بدات تمثيل من سنه ونص كده. كنت ما يعني في واحد معرفه كان بيقعد معايا، فكان شغال في قصر الثقافه، بيمثل في قصر الثقافه في مركز فوق. فالمهم رحت اتفرجت معاه قبل كده، فالموضوع عجبني. انا قلت بعرف اعمل كده، طب ليه ما اعملش كده، ما انا بعرف اعمل كده. فاخدت الموضوع بقى، بس اخدته من القاهره بقى، طلعت على القاهره وربنا. يعني الموهبة دلوقتي يعني نابعة منك شخصيا، ما فيش حد في عائلتكم يعني لا متجه لمجال التمثيل وما الى ذلك؟ لا. يعني مثلت في ادوار قبل كده داخل مسلسلات او افلام؟ اشتغلت في مسلسل ملاك بسوه، حاليا واقف هيتعاد تصويره باذن الله، هيتكمل تصويره باذن الله في شهر 11 مع استاذ كريم فهمي واستاذ التن عامر واستاذ محمود عبد المغني. طب احنا معانا صور كده للممثلين دول، ممكن نعرضها؟ تمام، كمل يا استاذ احمد. ان شاء الله عايزه في رمضان الجاي ده باذن الله. الممثل ده كابتن محمد ابو النجا. والله الجيم. ممثلين تانيين اكيد صورت معاه، استاذ بدر طلبه، ده مسرحيه رايه وسكينه تاني. وده ميدو عادل في مسلسل ملاك. ده انت كده مشهور بقى يا رب. يعني عملت الادوار ده كلها مع الممثلين ولا هي لقطات صور؟ لا ده محمد مهران في فيلم صابر وراضي بطولة استاذ احمد ادم ورزان المعروفي. ده الصوره دي في الفيلم، كانت في الحفله بتاعه الفيلم، ودي ورشه خدتها مع استاذ بيومي فؤاد. يعني ربنا يكرمك. ده شيء كويس يعني انك بدات في البروفه بتاعه مسرحيه رؤى وسكينه، بطوله بدريه طلبه وانتصار وحمد الوزير ورضا ادريس. والله ايه انواع التمثيل اللي بتعملها؟ والله انا بعمل درامي واكشن. لا اكشن لسه، بس انا بعمل درامي وبعمل كوميدي. يعني ربنا احنا كده عاوزين نشوف مشهد منك على الهوا وعلى قناه الصحه والجمال ان شاء الله. طب بقول لحضرتك، هو مشهد، في مشهد ضابط راح يقابل واحد ارهابي. فالارهابي ده مش عارف ان الضابط ده جايب رجالته معاه، اللي هو العساكر، ضابط جيش. فالمهم الضابط ده راح للارهابي، فالارهابي بيقول له اركع، فالضابط هيرد عليه يقول له اركع، انت عارف معنى الكلمه دي كويس،
اكيد ما تعرفش، عشان لو عارف معناها كويس تعرف ان الجيش المصري بيركع وما بيركعش غير اللي خلقه. شكلك فرحان بلمة الخرفان ده حواليك، حقك، حقك تفرح بيهم. بس اللي انت ما تعرفوش ان انا جالك النهارده ومعايا رجالتي، هما مستنيين مني اشاره دلوقتي، والخرفان ده هتكون على الارض. شكلك مش مصدق. نجرب؟ قول لي جرب. سامع صوت من جواك بيقول لي جرب. هجرب. الخرفان فين؟ بص كده على خرفانك شوفهم راحوا فين. اوعى اوعى في يوم من الايام تستهين بقوة الجيش المصري. اوعى. ده كان مشهد منول الاكشن شوية. طب انت بتحب مين في الممثلين اللي بيقوموا ادوار الاكشن؟ هو مثل اعلى استاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه. انت بتشوفه يعني بتشوف ادواره؟ طبعا ده اسطورة. اسطورة الله يرحمه. طب حافظ حاجة من تمثيله ولا؟ في مشهد ابو هبة. ما تخافش على ابو هبة يا حامد، اللي شاف الموت ما يخافش منه، اصل شفته وعرفته، اقسم بالله شفته هو جاي ياخد عمري، وحسيت اني طلعت لفوق 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 وشفت الارض كانها حبه رمل ما تسويش، تحس انك خفيف خفيف والموت حنين وعمال يطمنك يطمنك. شفت قدامي، شفت قدامي شريط بيدور زي البقرة ما بيقفش، شريط كله صور، وانا هنا وانا في البلد وانا في الجيش وانا بقى، والنار من غير عود في جسمي. اقصد اقولك ان اللي يحس الموت ويصاحبه تتغير حياته. وبعدين احنا بنخاف من الموت ليه؟ ايوه بنخاف من الموت ليه؟ وكلنا متنا كذا مره. وانت شاب بيموت الطفل، وانت شايب وعجوز بيموت الشاب، كلنا متنا كذا مره، وكل مره بنبكي. ولكن ما فيش اغلى من الحياه، عشان كده اول ما تقوم الصبح بدري تشكر ربنا، سلم على الشمس، سلم على الشجر، سلم على الزرع، سلم على الوكل، سلم على قميصك اللي انت لابسه. ده مشهد من مسلسل ابو هيبة. انت بتحب الادوار اللي هي يعني القديمه ولا الجديد اللي بيحصل دلوقتي؟ والله من ده بحب ده وبحب ده بصراحه والله. طب ايه رايك في الممثلين اليومين دول؟ لا طبعا محمد رمضان حاجه مش هتتكرر تاني. بس انتقاده على الساحه، هو راجل لو هو على فكره الافلام اللي عملها قبل كده لو جات له دلوقتي مش هيقبلها. خلاص هو جات له شهرة مش هيقبلها. انما اي واحد بيدور على الشهرة او لسه عشان بيبتدي يدخل في المجال ده فلازم يقبل باي حاجه. يعني انت لو فهو بيتطور من نفسه جامد جدا وحاجه مشرفه طب انتقاده على الساحه من قبل المشاهدين او الجمهور بشكل عام، اقول لهم ده يعني ثابت على نجاحه؟ لا ده طبعا ثابت على نجاحه. طبعا انا بقول لهم اعملوا زيه. اعملوا زيه، هو راجل مجتهد وربنا بيكرم. ربنا يكرم. طب معانا فيديو كانت اللي كده نشوفوه. اتفضل. المهم السيد الوالد هيشرفنا امتى؟ الوقت اللي تقول عليه حضرتك. امتى يا فندم؟ انا ابني ما اتكلمتش. بس في حاجه في حضرتك اتكلمت. لا ما تحطش في بالك، انت قول السيد الوالد. ماتحطش في بالك. المهم السيد الوالد هيشرفنا امتى؟ الوقت اللي تقول عليه حضرتك. امتى يا فندم؟ انا ابني ما اتكلمتش. بس في حاجه في حضرتك اتكلمت. لا ما تحطش في بالك، انت قول السيد الوالد. ماتحطش في بالك. المهم السيد الوالد هيشرفنا امتى؟ الوقت اللي تقول عليه حضرتك. امتى يا فندم؟ انا ابني ما اتكلمتش. بس في حاجه في حضرتك اتكلمت. لا ما تحطش في بالك، انت قول السيد الوالد. ماتحطش في بالك. المهم السيد الوالد هيشرفنا امتى؟ الوقت اللي تقول عليه حضرتك. امتى يا فندم؟ انا ابني ما اتكلمتش. بس في حاجه في حضرتك اتكلمت. لا ما تحطش في بالك، انت قول السيد الوالد. ماتحطش في بالك.
المهم السيد الوالد هيشرفنا امتى؟ الوقت اللي تقول عليه حضرتك. امتى يا فندم؟ انا يا ابني ما اتكلمتش، بس في حاجه في حضرتك اتكلمت. لا ما تحطش. انت بتمثل مع زمايلك في مقاطع ديات ولا كانت ادوار؟ في فين؟ الفيديوهات اللي احنا بنشوفها دي. ده ابن اختي والتانيين برضو كان ابن اختي برضو واختي وبنت اختي. انت يعني متعود على كده انك تمثل معايا حد تبعك ومع اصحابي برضو. طيب يا احمد، لو يعني حد انت شكلك قديم في المينا برضو وعملت ادوار كتير، لو في واحد في طموحه ان هو يمثل، ايه اللي ممكن تقدمه كنصيحة دي؟ اقول لك، انا لما اخدت الطريق التمثيل ده والله زي ما بقول لك كده، فبصراحة اتنصب عليا كتير. اي واحد لسه داخل ابتدى في التمثيل ده هيتنصب عليه كتير جدا. انا كنت بروح القاهره، انا طبعا بلد ارياف، هو كفر الشيخ ارياف طبعا. فالموقف كان العربيه بتطلع من 4 ل 6، من 4 الفجر لحد 6 الصبح، ده معدل العربيات اللي بتطلع القاهره. ما كنتش بروح بعربيتي، كنت بروح مواصله. فالمهم انا كنت بطلع من هنا بصلي الفجر واتوكل على الله اسافر. كنت اوصل هناك 9 10، كنت طبعا دخلت قريت على النت فعرفت شركه السبكي والكلام ده، فروحت لشركه السبكي. كنت بوصل هناك من الساعة 10 11، اقعد عنده من الساعة 11 الصبح لحد 10 بالليل. عشان اقابله، ما كنتش بعرف اقابله. كنت بروح له في الاسبوع 3 ايام في الاسبوع. والله والله العظيم. عشان تدخل تقابله بس. عشان اقابله بس، ما كنتش عارف اقابله. وقابلته في الاخر ولا ايه؟ تعرفت على واحد في الشركة وبعد كده قال لي بتعرف تمثل؟ قلت له فالمهم قال لي طب مثل لي دور. مثلت له. قال لي باذن الله لو في حاجه هكلمك، وفعلا كلمني في مسلسل ملاك وكلمني في فيلم صبر ورادة حاليا اللي بتصور دلوقتي. وعجب تمثيلك واشتركت معاه. الحمد لله رب العالمين. طيب في مكاتب معينه ممكن المواهب يروحوها؟ في كتير جدا. طيب ايه المضمون اليومين دول؟ المكاتب الكاستنج. لازم اي واحد عايز يمشي في الموضوع ده يروح المكاتب الكاستنج، هو ده المطلوب. او اي ريجيسير شو ممثلين يتعرف على اي حد. اهم حاجه في المجال ده اللي انت تتعرف على حد، لازم يروح المكتب عشان يعمل طبعا عشان ما حدش ينصب عليه. هو ده الموضوع اللي هيوصلك للتمثيل المكاتب. طب ما فيش، ما ممكن يكون في مكاتب فيها نصب؟ لا، ما المكاتب المشهوره يعني عندك مثلا فريم، المكتب فريم ده وبياخدوا مقابل على كده برضه. لا 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 تدخل بيعمل لك حاجه الاول اسمها جنرال كاميرا. فبتدخل قدام الكاميرا بيتعرفوا بنفسك والكلام ده، وبيقول لك مثلت حاجه قبل كده. لو ما كانش كده بقى بتقول له انت اللي بيسالك اسئله فبترد عليه. بتمشي بقى خلاص، انت عملت كده الجنرال كاميرا وبتروح. هو بقى لما بيجي مخرج بيشوف بقى لو في واحد شخصيته عجبته فبيخلوهم يتصلوا بيه، بيكلموه يجي قدام المخرج بقى، المخرج بيساله بقى بيخليه يمثل قدامه وكده. انت شغال حاجه غير التمثيل ولا انت؟ انا شغال مستخلص جمركي مع خالي. بس واخد التمثيل ده كموهبه ليك؟ طبعا. وشغال على نفسك فيها برضه وبتبحث على ادوار وبتروح عند الممثلين المشهورين. ده حلم ان شاء الله حققه. ان شاء الله ان شاء الله. طب يعني تحب كده لو قابلت مين من الممثلين يعني المشهورين تقول لهم ايه؟ محمد رمضان. تحب تقول له ايه؟ انت بتنام امتى؟ ده بينام امتى؟ ده مش عارف، ما بيعملش حاجه في حياته غير التمثيل. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه والله. حاجه اسطوره اسطوره اسطوره. انت والاغاني اللي المهرجانات اللي ده سبب في نجاحه برضه. والله المهرجانات ده سبب في نجاحه. وشهرته بره. ده هو اخد شهره بره جامده جدا في الدول العربيه. طيب يعني انت حابب يعني توجه له الشكر؟ طب مين تاني غير محمد رمضان؟ احنا عاوزين ناس كده اللي بيقدموا رساله هادفه فعلا. استاذ احمد سعد طبعا. استاذ احمد عز. الناس دي، كريم عبد العزيز، امير كراره، الناس دي حاجه تانية خالص. انت عمال تقول الممثلين اللي هم بتوع الاكشن بس. احنا عاوزين الناس اللي هي الناس اللي عندهم كوميدي. الكوميدي مثلا او الناس الاجتماعيه او اللي بتعيش حياه المواطن. احمد فتحي. احمد فتحي كوميدي. شايف فيه يعني؟ لا احمد فتحي حاجه عسل بزبط. عسل بصراحه. طب انت خفيف يعني جدا. ليك مشهد عن احمد فتحي؟ لا صراحه لا. طب عاوزين نعرف مشهد منك بقى دلوقتي. ما اعرفش اجيبه مشهد. اقول لك مشهد من عندي؟ ماشي. انا اقول لك مشهد واحد سرسجي مقبوض عليه في الحظر. تمام. باشا انت قابض عليا ليه يا باشا؟ يا باشا انت قابض عليا ليه؟ يا باشا حظر ايه وكرونة ايه يا باشا؟ يا باشا احنا مصريين يا باشا. يا باشا احنا مصريين، يعني المناعة بتاعتنا قوية يا باشا. يا باشا احنا بناكل فول وطعمية يا باشا. يا باشا بناكل فول وطعمية. يا باشا احنا بناكل فول وطعمية يا باشا، وبناكل جغل وممبار يا باشا.
يا باشا بناكل الحاجات ده باشا وبنحل بميه صرف صحه باشا. تقول لي كورونا باشا؟ كورونا يا باشا المناعه بتاعتنا قويه باشا. يا باشا فك الحظر علينا باشا. يا باشا فك الحظر علينا خلينا ننزل ونخرج زي زمان يا باشا. ده كان مقطع كده سريع. طيب يعني احنا برضو كان عاوزين نعرف منك لو تقدم لك دور انك تقدم فيه رساله للمجتمع في ممكن يكون ايه؟ تحب يعني توصل ايه للمجتمع؟ تنصحهم بايه؟ تنصح المواطنين بايه؟ الناس اللي بيعانوا من الغلاء او انخفاض مش عارف يعني ما لكش انت ليك في الاكشن بس شغال على الاكشن والكوميدي. طب في مشهد كوميدي حافظه دلوقتي ولا مش جاهز؟ انا حافظ بس ايه اقول لك مثلا بس حته صغيره كده يعني. بص يا مصطفى انا رحت اشتري برقوق من عند المعلم زقزوق ولقيت البنت سماح هناك يا مصطفى ولقيت واحد بيعكسها سيبه يعكسها يا مصطفى رحت جاي مديله يا مصطفى اسيبه لقيته جاي يضربني اسيبه يضربني يا مصطفى رحت جاي مديله اسيبه رحت جاي مديله. ده لقطه سريعه. انا مش جاهز انا دخلت المشاهد كلها في بعض. طيب يعني انت بره التمثيل خالص انت شايف الواقع اللي احنا بنعيشه حاليا او دور الشباب في اللي بيمر او اللي بيعاني من البطاله؟ والله مش عارف بس كل واحد عنده حلم يسعى وراه عشان يحققه. كله بيقول احنا مش لاقيين وظايف حتى المشاريع الخاصه ما عندناش بين وظايف الاول. لا وظايف في موظفين كتير قوي في موظفين كتير قوي ما انت فاهم بس لو واحد عايز مش عارف اقول لك. انت بتقول انت عندك شغال في التخليص الجمركي؟ لا ده حاجه خاصه. ده حاجه خاصه بيه مش حكومه. مكتب خاص وشغال استخلاص جمركي مع التمثيل برضه. طيب يعني برضك تحب تشكر مين من اهلك اللي وقفوا معاك واللي ساندوك؟ كلهم والله امي واخواتي وكلهم وعيلتي كلها والله بس في منهم بيحبطني مش عايزني اكمل في التمثيل والله. والله اكترهم عشان الفيديوهات اللي انت بتقدمها ولا على عشان حاجه معينه؟ لا لا مش عايزيني امشي في التمثيل. هم مش عايزين امشي في التمثيل والله رافضين الموضوع ده بس برضو بس هي موهبه عندك يعني نفسك تطلعها ونفسك توصل للنجوميه فيها ان شاء الله باذن الله تتحقق ان شاء الله. يعني عاوزك برضو توجه الشكر للزملاء السادة الزملاء اللي بيبقوا معاك في الفيديوهات او اللي بيطلعوا معاك وطبعا الناس اللي بتساعدك في المكاتب طبعا اللي انا اشكره طبعا اللي علمني التمثيل هو من بلد من عندي اسمه عم سلمان ابو موسى هو ده بصراحه اللي علمني التمثيل وحببني فيه بصراحه فانا بشكره والله اللي هو علمني التمثيل لان دي بصراحه حاجه هوايه يعني واحد بس اللي علمك التمثيل ولا ايه؟ لا هو واحد بس اللي علمني التمثيل انا ما كنتش افكر ان انا امثل اصلا انا طول عمري بشوف افلام واشوف مسلسلات بس تمثيل ما كنتش افكر ان انا امثل خالص. بعد 15 سنين كده تحب تكون فين في مجال التمثيل يعني؟ لا ان شاء الله انا حاطط قدامي باذن الله وبامر الله سنتين باذن الله يعني في اهداف في سنتين باذن الله وهكون مشروع في اهداف انت عازم انك تنفذها يعني للفتره الجايه ان شاء الله. طب ما توضح لنا عن حاجه منهم كده والله مش بس باذن الله انا بقول لك سنتين باذن الله انك مشارك في ادوار يعني مع ممثلين ولا انا بسعى واللي بيسعى بيلاقي بصراحه فعلا. يعني لسه قايل لك دلوقتي بره ان في تليفون جالي في مسلسل دلوقتي اسعاف يونس بطوله محمد انور فانا رايح دلوقتي يمكن ربنا يكرم راجل كلمني فانا رايح له بعد ما اخلص مع حضرتك انك تشوف التجربه يعني ان كانت هتمشي او تدخل في دور تمثيل او لا تمام. تجرب الموضوع تمام. طيب يعني في ناس ممكن يسمعوا عن الفرصه ديت ويقول لا يكسل او كده فانت تنصحه بايه برضه؟ لا ما تكسلش اللي عايز يوصل لحاجه بيسعى وراها عشان يوصل لها. طيب يعني يا احمد انا بشكرك شكرا جزيلا وبشكر المواهب الصاعده اللي زيك يعني وان شاء الله تكون نجم كبير وتقابل محمد رمضان اللي انت بتحلم بيه. يا رب. اعزائي المشاهدين بكده انتهت حلقه اليوم من برنامج فكره البكره استنونا في حلقه جديده ان شاء الله.